تعلم كتاب الله عز وجل تقطعت الشعر ثم ينفثون فيها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، اليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن الاستعاذة، معناها وحكمها وشيء من أحكامها. أولا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشهر صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي الصيغة المطابقة لهذه الآية الآمرة بالاستعاذة قبل القراءة. انظر معي: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أنت تقول ماذا؟ أعوذ بالله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت ماذا تقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الصيغة هذه المشهورة هي الصيغة المطابقة للآية الآمرة بالاستعاذة قبل القراءة. وهناك صيغ أخرى أيضا يمكن الاستعاذة بها، لا سيما الواردة في نصوص الوحي، تجد عامة القراء من القديم والحديث هم عندما يفتتح القراء القراءة يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هذا لا يعني أنه لا يصح الاستعاذة بأي صيغة أخرى، لأن الآية جاءت مطلقة لا مقيدة بصيغة معينة. المسألة الثانية وهي مسألة الاستعاذة، الاستعاذة ليست آية من القرآن بالإجماع. نأتي على النقطة الثالثة وهي تتعلق بمعنى الاستعاذة. معنى أعوذ بالله، فأنت لما تقول أعوذ بالله يعني أعتصم بالله من المكروه وألتجئ إليه وأستجير به، يعني تطلب من الله عز وجل أن يحفظك وأن يحصنك، هذا معناه أعوذ بالله. هنا يأتي سؤال: هل كلمة أعوذ بالله هي بنفس معنى ألوذ بالله؟ يعني هل الملاذ نفس المعاذ؟ الصحيح من أقوال العلم وهو اختيار الحافظ بن كثير رحمه الله عليه في تفسيره أنه ثم فرق بين أعوذ بالله وألوذ بالله، في فرق بين المعاذ والملاذ. لما تقول أعوذ بالله يعني أنت تسأل الله عز وجل ماذا؟ أن يعيذك، يدفع عنك الشرور. إذن العياذة في دفع الشر، في دفع الشرور. أما اللياذ اللي هو ألوذ بالله فهي لجلب الخير، لطلب الخير، على العكس. ومنه قول المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، يعني في الخير، ومن أعوذ به ممن أحاذره، يعني في دفع الشر. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. استخدم ألوذ في ما يؤمل من خير، يا من ألوذ به فيما أؤمله، في دفع الشر قال: ومن أعوذ به ممن أحاذره. بعد أعوذ بالله تأتي من الشيطان الرجيم. نأتي على كلمة الشيطان. الشيطان أيها الأخوة في قول جمهور اللغويين وعلى رأسهم الإمام الطبري رحمه الله، فهو من أعلام اللغة ومن أعلام التفسير، أن الشيطان أصلها من كلمة شطانة يعني بعدة، وصيغ منها صيغة، هذه كلمة شطانة اللي معناتها بعدة، صيغ منها صيغة فيعال شيطان، وهذا يدل على أنها غاية في البعد عن الخير. وبالنسبة إلى ال التي في الشيطان، قد تكون ال هنا للجنس وقد تكون للعهد، ما الفرق بينهما وما الذي يترتب في نفس القارئ عندما يأتي بهذه الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الشيطان إذا كانت للجنس معناته أنت تستعيذ بالله عز وجل، تلتجئ إلى الله عز وجل أن يحميك من إبليس ومن شر كل ذي شر من الإنس ومن الجن. يعني الآن حتى من الإنس يسمون شياطين، نعم، كل من بعد عن الخير يسمى شيطان حتى ولو كان من الإنس، كما قال الله عز وجل في أكثر من آية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين إيش؟ الإنس والجن. فكلمة الشيطان كل ما بعد عن الخير يسمى شيطان. فإذا أطلقت كلمة الشيطان الأل التي فيها للجنس معناته استغراق جنس جميع أنواع كل ذي شر، سواء كان إبليس ومن بعده. أما إذا قلنا أنها للعهد فمعناها أنها فقط تستعيذ بالله عز وجل من إبليس وحده. طيب الآن هنا يأتي السؤال: أيهما الصواب؟ الصواب هو ما في نفسك. وهنا يأتي الفائدة من قضية شرح معاني مثل هذا الكلام، لأنك إذا فهمت الكلام أنت تعرف ماذا تريد من الله عز وجل أن يجيب سؤلك فيه. أنت لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت تريد ماذا؟ أن يعيدك ويجيرك من الشيطان وحده فتكون أل هنا عهدية، أو تريد أن يعيدك من الشيطان هو إبليس يعني وكل ذي شر؟ فهنا يأتي قضية التدبر أثناء القراءة.
هنا ليس لا يوجد راجح ومرجوح، هنا يبقى نيتك أنت ماذا استحضرت أثناء القراءة. المشكلة أن نحن نأتي بالاستعاذة أحيانا نهض هذ ولا ندرك حقيقة هذا المعنى. نأتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم يأتي بمعنى مرجوم ويأتي بمعنى راجم. مرجوم معناته الشيطان مطرود من رحمة الله، رجيم يعني مرجوم مطرود من رحمة الله، وتأتي رجيم بمعنى راجم. طيب كيف الشيطان راجم؟ يعني نقول نعم، الشيطان راجم بمعنى أنه يرجم غيره بأي شيء، بالتضليل والوسوسة. فإذا الشيطان رجيم، إما لكونه مرجوم مطرود من رحمة الله، وإما لكونه يوسوس لغيره. فأنت تستعيذ بالله عز وجل، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألتجو إليك يا الله أن تحفظني من شر إبليس ومن شر كل ذي شر ممن هو مرجوم، أو يعني مطرود من رحمة الله، أو هو راجم يوسوس ويضلل العباد. فأنت تستعيذ من هذا كله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالنسبة إلى حكم الاستعاذة، فحكم الاستعاذة قبل التلاوة هي مستحبة في قول جماهير أهل العلم، بل بعض أهل العلم حكاه إجماعا كالإمام الطبري رحمه الله، وإن خالف فيه من خالف بعد ذلك، لكنهم محجوجون بالإجماع الذي قبلهم، وأيضا محجوجون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحيانا الآيات من دون أن يستعيذ. فلو كانت الاستعاذة واجبة كيف يفرط فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو يتركها؟ بعض الناس قد يقول هذا لا في مقام الاحتجاج وهذا في مقام التلاوة، ونقول الله قال فإذا قرأت القرآن، وما قال القراءة كانت في مقام احتجاج ولا قال قراءة يعني قراءة في مقام تلاوة، أطلق الله عز وجل. فالعبرة أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي المقيد، إذا عندك مقيد إيتي به. أخيرا مكان الاستعاذة من القراءة، طبعا كلكم يستعيذ بالله عز وجل ثم يقرأ، لكن تعالوا معي نتأمل هذه الآية سريعا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ظاهر الآية كأنها يوحي أنك تقرأ وبعدين تستعيذ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، كأنك تقرأ أول شيء وبعدين تستعيذ. وهذا ذهب إليه بعض السلف، بعض الآثار رويت في مصنف عبد الرزاق عن ابن سيرين وإبراهيم النفعي. الشاهد أن جماهير أهل العلم على أن الاستعاذة مشروعة قبل القراءة لا بعد القراءة، كما نفعل نحن، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات. طيب كيف نفهم هذه الآية؟ كيف الفهم الصحيح عند الجمهور لهذه الآية؟ كيف يفهمون فإذا قرأت القرآن فاستعذ؟ قالوا معنى هذه الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ. وهذه الآية تشبه آيات كثيرة أخرى، مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أنت تروح تصلي وبعدين تتوضأ ولا تتوضأ وبعدين تصلي؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. ونفس الشيء وإذا قلتم فاعدلوا، يعني إذا أردتم القول. ونفس الشيء قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني إذا أردتم سؤالهن فاسألوهن من وراء حجاب، إلى غير ذلك من الشواهد القرآنية على فهم هذه الآية، وأن معنى الصحيح لهذه الآية هو أن الاستعاذة تكون قبل القراءة لا بعدها، ولأنه يذهب المقصود منها لو كانت الاستعاذة بعد القراءة، يعني لو استعذ بعد القراءة خلاص انتهت ما هي القراءة. وكذلك الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في كتابه النشر في القراءات ذكر أن إجماع أهل العلم على أن القراءة تكون بعد، وضعف كل الأخبار الواردة في قضية أن الاستعاذة تكون بعد التلاوة، فقال بالنص ابن الجزري رحمه الله عن الاستعاذة محلها قبل القراءة إجماعا. طيب والآثار؟ قال ولا يصح قول بخلافه عن أحد ممن يعتبر قوله. إذا ما ثبت شيء على الصحيح، يعني عند الإمام ابن الجزري رحمه الله عليه ما ثبت شيء من هذه الآثار البتة. فأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.